السلام عليكم ورحمة الله. محاضرة النهاردة تبقى محاضرة خفيفة لطيفة ظريفة، هنتكلم فيها عن الكاردياك ماسز. أول حاجة هنبدأ بيها وديت الموست كومون انترا كاردياك ماس اللي هو الثرومبس. طبعا الثرومبس هو الموست كومون انترا كاردياك ماس، وبيحصل أكتر في الليفت اتريا أو الليفت اتريال ابندج. يعني موست كومون سايت للثرومبس هو الليفت اتريال ابندج، بس ممكن يحصل في أي حتة يعني. وطبعا هو عايزك تعرف ان هو نوت انهانس طبعا، وبيبقى هاي سيجنال في تي 1 والتي 2 لانه بيتكون من 100 هيموجلوبين يعني، فبالتالي بيبقى هاي سيجنال في التي 1 والتي 2 وبيبقى فري يعني، ممكن يعني بيتحرك فريلي موبايل يعني. تمام. بعد كده السكند موست كومون اللي هو الكاردياك ميتاستاسيس، وديت الميتاستاسيس موست كومون كاردياك ماسز عن اصلا البرايمري تيومرز او البرايمري ساركوما نفسها. تمام. وطبعا الفرق ان الكاردياك ميتاستاسيس ديت بتنهانس الثرومبس نوت انهانس، والكاردياك ميتاستاسيس بتحب قوي البريكارديوم، وممكن يعني اكتر مكانين بيجي منهم ميتاستاسيس اللانج وبعديه البريس. طبعا اللانج ده من دايركت انفيجن لللانج من اللانج، طبعا بيبقى لو تي 1 وهاي تي 2. معظم الميتاستاسيس لو تي 1 وهاي تي 2، ولكن المالجنانت ميلانوما لو عملت ميتاستاسيس بتبقى هاي تي 1 عشان الميلانين وهاي تي 2. وخلي بالك ان الميتاستاسيس بتبقى وايد بيز اتاتشمنت للكاردياك وول، يعني ماسكه في الكاردياك وول بوايد بيز اتاتشمنت، مش ستوك او سين ستوك زي بقيه التيومرز يعني. بعد كده هنخش في الكاردياك ميكزوما، وديت الموست كومون برايمري بناين كاردياك تيومر ان ادلتس، وده بتحصل اكتر في الليفت اتريا اكتر من رايت اتريا، وبتبقى ماسكه في الانتر اتريال سيبتم بستوك، يعني بول ويز ستوك اتاتشد للانتر اتريال سيبتم. وطبعا الاتريال ميكزوما وديت بتبقى اسوشيشن مع الكارني كومبلكس او الكارني سيندروم، اللي بيبقى فيه بقل وفيشال بيجمنتيشن، بيبقى فيه سيرتولي سيل تيومرز للتستيكل، بيبقى فيه بيتيوتري ادينوما. طبعا الانهانسمنت بتاعها بتبقى هيتروجينوس انهانسمنت، يعني بتبقى هيتروجينوس انهانسمنت، وبيوصفها لك ان هي ماس وماسكه بستوك في الانتر اتريال سيبتم، وممكن يحصل اجريجيشن على بليتلتس اجريجيشن وتبقى مصدر للثرومبس. يعني لو ناحيه الليفت سايد زي ما احنا شايفين هتبقى مصدر للسيستميك امبولاي، اما لو ناحيه الرايت سايد هتبقى مصدر للبالمونري امبولاي. وبرده خلي بالك من النقطه ديت يعني. البابيلاري فايبرو إلاستوما، وانا عايزك تعرف ان البابيلاري فايبرو إلاستوما بتحب الفالفز، يعني second most common primary tumor بعد الميكزوما، وديت involves cardiac valves. واكتر فالف بتحبه الاورتيك فالف على الاورتيك سيرفيس، يعني الاورتيك فالف ناحيه الاورتيك او ناحيه الاورطه اللي هو الاورتيك سيرفيس يعني. بعد كده الرابدومايوما، وديت الموست كومون برايمري ان بيدياتريكس. رابدومايوما موست كومون برايمري ان بيدياتريكس، بيبقى في المايوكارديال او فينتريكولار مايوكارديوم، بيبقى اسوشيتد مع التيوبروس اسكلروزيس، وطبعا بيبقى تي 2 هايبر انتنس، يعني تي 2 هايبر انتنس بيبقى اسوشيشن مع التيوبروس سكلروزيس في حاله بيدياتريك. فبالتالي ديت كلها كي ووردز، يعني انا عايزك تعرف الكلام كل كلمتين بقولهم عن كل ماس. بعد كده الفايبروما، وديت الموست سكند، وبيبقى انفولف الانتر فينتريكولار سيبتوم، ويبقى لو في تي 1 والتي 2، وبياخد ليد جادولينيوم انهانسمنت مش ايرلي، دي حاجه، ومش هاي تي 1 ولا هاي تي 2 الفايبروما، عشان فايبرس تيشو بتبقى لو في تي 1 واللو في تي 2. بعد كده المالجنانت زي الساركوما او الكاردياك ساركوما، وديت الموست كومون برايمري مالجنانت، ولكن الكاردياك ميتاستاسيس كومونست عن الساركوما او الكاردياك ساركوما، وديت بتحب اكتر الرايت اتريوم، وبتبقى لارج هيتروجينوس ماس، وبيبقى فيه زي ما انت شايف بريكاردال افيوجن، وبيبقى انفيجن ممكن تاخد كذا يعني كذا تشامبر، يعني ممكن الرايت اتريوم، ممكن الليفت رايت فنتريكل، ممكن اي تشامبر ممكن يحصل، لانها طبعا مالجنانت ليجن، وبيبقى طبعا بتنهانس هيتروجينوس انهانسمنت. دي ده دياجرام كده كاردياك ماسز ريجاردنج السايتس، يعني مثلا البريكارديوم الميتاستاز اكتر حاجه بتحصل فيه طبعا، والكاردياك سيست او البريكارديال سيست،
الرايت اتريوم بيحصل فيه اكتر حاجه الساركوما والليمفوما، والفالفز طبعا فيجيتيشنز والفايبرو الاستوما. الفيجيتيشنز بتصيب اكتر الفري ايجز بتاعت الفالفز. الليفت اتريوم ميكزوما طبعا اولهم، والثرومبوس ليفت اتريال اباندج، والساركوما وممكن يبقى اذر ساركوماز. اما الفنتركلز الرابدومايوما والفايبروما بتوع البيدياتريكس. اي تشامبر بقى ممكن يحصل فيها ميتاستاز او ليبوما او هيمانجيوما او رابدومايو ساركوما. وبكده نكون خلصنا المحاضره اللذيذه الخفيفه ديت. المهم بالنسبه لي ان انت تبقى عارف المعلومات اللي انا قلتها عن كل ماس بتبقى موجوده في الهارت، تمام؟ لان دي بتيجي كي ووردز كاسئله ويفرق لك ما بينهم ان دي كذا ودي كذا، دي كذا ودي كذا. اتمنى اكون افدتكم ولو بجزء بسيط من المعلومات، وشكرا ليكم.